السلام عليكم. الادوات اللي بتسهل علينا الشغل كتير جدا، حتى في الكارشتكتيف، في التايم لاين، في الكونتيفيكيشن. موضوع ان انا اظبط وارتب شغل بتاعي من خلال سيتس. طيب، على سبيل المثال، مثلا انا عايز اعمل سيتس او سيكشن 3، وابدا اقول مثلا انا عايز عندي مثلا الكيرتن بانر ديت، واحدد هنا برضو مثلا الوول هنا. دي حاجات انا عايز اعملهم كلهم في سيتس واحده. فاجي هنا في ستيتس واقول له مانج ستيتس، واقول له سيف لي سيف سيلكشن. فالسيف سيلكشن دوت هسميها مثلا ايه، وول مثلا. ففي اي لحظه، ده على سبيل المثال يعني، في اي لحظه عملت سيلكت هنا هيبدا يجيب لي العناصر ديت. او ممكن تخليها مثلا للوول ونلغي ديت، وتيجي بعد كده تقول له انا عايز اعمل لها ابديتد. تيجي هنا على الوول ديت وتقول له ابديتد، فخلاص لما تعمل سيلكت على الوول هيعمل سيلكت على الحاجات اللي انت عايزها. تمام، في اي لحظه الوول هيبدا يختار لك الوول دي. طيب، ممكن نعملها من خلال السيرش. طيب، ما اقول له فايند ايتم، واقول له هنا انا عايز مثلا الايتم الخاصيه بتاعته والاسم بتاعتها مثلا بتساوي، وتبدا تشوف ايه الخاصيه اللي انت عايزها. اسم الايتم مثلا دورس مثلا، وتقول فايند اول. تمام، فجاب لك الدورس هنا، هتقول له سيف سيرش دور. تمام، ففي اي لحظه هتحتاج الدور تعمل هنا هيجبلك بالسيرش، وهنا هيجبلك بالسيلكت. طبعا هنا دي ميزتها ان هو بقى عنده قاعده في البحث، فلو ضاف اي دور بيبدا يجيبها من البحث. يعني عنده قاعده ان هو يبدا يدور على اي خاصيه يكون فيها دور. تقدر تشوف الخصائص اللي انت عايزها، ممكن من خلال الكرييتور فايل نيم، الايكون تايب، تقدر تقول له انا عايز التايب اللي بتساوي، وتبدأ تشوف ايه انواع التايب الموجود: ارك، كيرف، دورز، فاميلي، فايل، لاينز، سوليد، ستيرز مثلا. فاين دول، فجاب لي كل الستيرز، اقول له سيفها ستيرز. تمام، طيب هيفيدني في ايه؟ هيفيدك مثلا في كاش تكتيك. مثلا على سبيل المثال، ممكن تقول له انا عايز اعمل تيست جديد، وتقول له مثلا انا عايز من خلال سيتس، فيبدأ يجيب لك سيتس بشكل دوت. فانت تقول له انا عايز الدور مع السيتس اللي اسمها وول، فتعمل سيرش تبقى بقاعدة معينة واضحة، بدل ما تقعد تختار من الستاندرد ممكن ياخد منك وقت. لا، السيتس هيسهل عليك ان انت تعمل السيلكت.